عدد الأحاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في حج رمضان الحرام خير يرم الله والتزود فإن خير الزاد التواب والتبون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا ربكم وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. من حيث أفاض الناس استغفروا الله إن الله غفور رحيم. قضيتم مناسككم فاذكروا الله آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس. حيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إن الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قالوا في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وغرارة الوصال. سافرا لبيوت النبي ويشهد الحج والنزل والله لا يحب الفساد. إذا قيل له اتق الله أخذت العزة بإذن العز جهنم ولبس المهاد. نفسهم ثقة أمر لا لله والله رب العباد. يا أيها الذين آمنوا بالذكر فتوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز يوم الله في ظلال من الأمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله عزيز عقاب. للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا وهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما ظلموا فيه من حق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والأقربين.
واليتامى والمساكين وابن السبيل ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وسلم عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح والأرجاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. وتنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا وأعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك الذين يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يسألونك عن آياته للناس لعلهم يتذكرون. يسألونك عن المحيط حتى يظهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن لا جئتم فعتموا لأنفسكم اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. تجعل الله عرضة لإيمانكم أن تفروا وتتقوا وتسرعوا بين الناس والله سميع عليم. يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور عليم. تربص أربعة أجر طيبة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن للذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فإن زاكم بمعروف أو تسريح في إحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به جل حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون حتى تنكح زوجا غيره فإن بلغها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون إن بلغتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان ولا تمسكوهن إرادة لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم إن كان لكم آخر والله يعلم وأنتم لا تعلمون الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود لو رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا إصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن به أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والذين ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أغنمكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم بعده ما لم تمسوهن أو تفضوا لهن فريضة ومتعوهن على تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا عن الشهوات ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أنتم بالرجال أو ركبانا وإذا أمنتم فاذكروا الله كما الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى العول وإلى إخراج فإن خرجنا فلا جناح
تغيلا يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فغالبهم لهم موت ثم أحياهم إن ما نذوب لها الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون في سبيل الله وقبول أن الله سميع عليم الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له شغافا كثيرة والله يقبض ويقصد وإليه ترجعون. إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما قدر عليهم الإسلام دخل علينا قليلا منهم الله عليهم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة بالعلم والجن والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم قال لهم نبيهم إن آية فيه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبغية مما ترك قالوا موسى وهارون تدبر الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فزر داروت بالجنود قال إن الله مبتليكم بالنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا ضاقة على اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة على وزيادة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وجنوده ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة فعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لبدت بالأرض ولكن الله ذو قدر على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الذين آمنوا إذا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قوة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أولئك في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم يسام الله والله سميع عليم أولئك الذين آمنوا
إبراهيم في ربه أناداه الله المرقى قال إبراهيم ربي الذي